أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث التي سنخصصها لمناقشة مصير حزب المؤتمر الشعبي العام بعد رحيل صالح، وما هي الخيارات التي ستحدد مستقبل الحزب. تجاذبات كثيرة يتعرض لها حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل صالح لم تتوقف عند مستوى القادة، بل وصلت إلى قطاع كبير من قواعد الحزب، خصوصا بعد أن أصبحت العاصمة ساحة كبيرة لاستهداف أعضائه وقياداته من قبل شركاء الأمس ميليشيا الحوثي. الخيار الأول انضمام الحزب للشرعية، ورغم أنه الخيار الأكثر طرحا إلا أن مراقبين يجدونه خيارا سيلاقي صعوبات كثيرة، خاصة وأن موجة كبيرة من الصف الأول للحزب لا تريد الاعتراف بشرعية الرئيس هادي، بينما يتحدث آخرون أن خيار احتواء التحالف العربي لجزء من قيادات الحزب هو الأكثر حضورا، خاصة بعد تحركات عديدة تجريها الإمارات لإعادة نجل صالح الذي لا يرى فيه كثير من المراقبين شخصية قادرة على قيادة الحزب. أما الخيار الثالث فهو بقاء جزء كبير من الحزب لدى ميليشيا الحوثي، وهو ما يسعى لتكريسه الحوثيون، خاصة بعد نجاحهم في الفترة الماضية باستقطاب قيادات قبلية كثيرة كانت تشكل ركيزة أساسية في الحزب. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الخيارات المتاحة أمام الحزب؟ وهل سيعود المؤتمر حزبا واحدا وفاعلا في مسيرة تحرير البلد من الميليشيا، أم أن دمه سيذهب هدرا بين القبائل؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. صراع على هامش التركة السياسية المنهارة لصالح. حزب المؤتمر الشعبي العام جوهر هذه التركة وعمودها، بات إرثا سائبا يتنازعه نافذ هذه المرحلة في وقت لا تزال المواجهات على أشدها مع العدو المشترك الحوثيين. مصادر صحفية أفادت بأن قيادات مؤتمرية بارزة فيما يسمى المجلس السياسي وحكومة الانقلاب الواقعة رهن الإقامة الجبرية بصنعاء تتعرض حاليا لضغوط من جانب ميليشيا الحوثي بهدف عقد اجتماع لأعضاء اللجنة العامة المتواجدين في صنعاء لإبقاء الحزب هو الآخر رهن سطوة الميليشيا ونفوذها. ضغوط قالت هذه المصادر إن الميليشيا تمارسها أيضا على رئيس مجلس النواب وأحد أبرز القيادات المؤتمرية يحيى الراعي لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب الذي لا يزال المؤتمر يحتفظ بأغلبية أعضائه. لكن ما تبدو أنها نزعة استحواذ من جانب الحوثيين على تركة صالح تأخذ شكل صراع جدي بين أجنحة هذا الحزب التي يتوزع ولاؤها بين ما كان يعرف لدى صالح بدول العدوان من جهة، وبين السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عبيد بن دغر من جهة أخرى. فقد حذر رئيس الوزراء بن دغر المؤتمريين بأنهم سيرتكبون خطأ كبيرا إن قبلوا بتقسيم المؤتمر بعد أن وحدته ما أسماه انتفاضة صالح الذي التحمت مواقفه مع الشرعية ومع التحالف مع عبد رب منصور هادي ومع السعودية وكل دول التحالف. وتوجه بن دغر في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بسؤال للجناح القيادي المرتبط بترتيبات التحالف قائلا لهم: هل منكم من يستطيع أن يقول لصالح غدا لم نرضى بوحدة مؤتمرية لأن فيها عبد رب منصور الذي يقاتل قاتليك؟ سؤال برسم القلق، لكن ليس من القيادات المؤتمرية الذاهبة خلف طموحاتها السياسية، بل من الطرف الذي يغريها ويحركها ويمتلك في الوقت نفسه كل مفاتيح القوة والنفوذ في اليمن، على نحو قد لا تجدي معه تحذيرات بن دغر من أن تقسيم المؤتمر خطوة أخرى نحو المجهول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، برأيك ما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام حزب المؤتمر الشعبي العام؟ مساء الخير. يعني عندما نقول أمام المؤتمر الشعبي العام وخيارات، نحن لا نتحدث عن مؤسسة بحيث أن يكون هناك شيء اسمه المؤتمر الشعبي العام بالمعنى المؤسسي. هناك مجاميع أو أفراد مبعثرين في الوقت الحالي كانوا يضمهم في لحظة ما المؤتمر الشعبي التنظيم الذي هو اسمه المؤتمر الشعبي. وكما نعرف المؤتمر الشعبي تأسس كحزب للسلطة
عاش في كنف السلطة، ثم عندما سقط أو خرج صالح من السلطة، هذا الحزب منذ تلك الفترة كان معرضا بأن يتوزع إلى مجاميع جديدة في أطر جديدة، ولكن كون صالح استمر لديه جزء من النفوذ وجزء من الأموال وجزء من السلطة، في نفس الوقت لم يتم استيعاب أحد من عناصر المؤتمر أو الجزء الكبير من المؤتمر، لم يتم تشكيل أي كيان خاصة في الفترة الأولى للمرحلة الانتقالية. في نهاية المرحلة الانتقالية شاهدنا انشقاقات، وحاول عبد الرب منصور خاصة في المناطق الجنوبية أن ينشئ كيان تحت اسم المؤتمر، ولكن في خلال الفترة الانتقالية لم يجد المؤتمريون الذين كانوا يريدون أن يكون عبد الرب منصور كعلي عبد الله صالح، بمعنى أن يحتضنهم، لم يجد الكثير منهم الاحتضان من هذه، وبالتالي رجعوا لعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح بعد خروجه من السلطة شهد فترة كان في حالة لم يزره إلا القلة القليلة من أعضاء المؤتمر، ولكن هو قالها بنفسه للآخرين، لم يجدوا غيري يحتضنهم ثم عادوا لي. نفس الأمر منذ بداية الحرب حدث هناك ما سمي بالمؤتمر الشعبي، يتبع الشرعية ويتبع حادي، ولكن أيضا هذا المؤتمر هزيل ولم يرسخ نفسه، لأنه في المناطق التي هي ليست في خاضعة لسيطرة الحوثيين ليس هناك من إمكانية لتفعيل الحزب في المناطق الجنوبية. أيضا في مناطق الحوثيين كان صالح موجود. في الوقت الحالي يبدو الحزب أمام ثلاثة، أن ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات. نعم دكتور. نعم أستاذ. اتجاه الحوثيين سيحاولون أن يستنسخوا حزب المؤتمر الشعبي، هم بحاجة لأن يقولوا بأن لدينا شريك لازال المؤتمر الشعبي، وأننا تخلصنا فقط من صالح الذين سيوصفوه بأنه كان قد خرج عن الصف وعميل وخائن. ماذا عن ثم وفي هذه الحالة جزء من كانوا محسوبين على المؤتمر سيتحولون للحوثيين، وجزء منهم هم في السابق أيام صالح هم كما يقال ولاءهم مزدوج، جزء منهم هم نعم ولاءهم للحوثي ربما أكثر من صالح، وبالتالي هؤلاء نقول أوريدي هم في الحوثيين. ماذا عن الجزء الثاني والثالث؟ الجزء الثاني سيذهب كما هو الحال الآن إلى الرئيس هادي كما يحاول، ورئيس الوزراء. الجزء الثالث يبدو أن الاتجاه يسير بأن يكون الأبناء الأسرة صالح. هذا الجزء حتى الآن ليس هناك من ملامح كيف ستؤول هذه المسألة. هناك يبدو رغبة إماراتية بأن تبقي الحزب تحت سيطرة أسرة صالح، ولكن هذا الأمر أيضا يعتمد على ماذا تريد أيضا السعودية. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ عبد الناصر، سنعود إلى هذه النقطة، لكن دعني بالبداية أرحب الآن بمن ينضم إلينا من لندن، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. إذا صمت كبير يشمل كثير من قيادات وقواعد الحزب بعد مقتل صالح، أين ذهب كل أولئك؟ طبعا هذا هو الصمت الذي لا يزال متأثرا بالصدمة. نحن لا نتصور أن ينهض المؤتمريون وقياداتهم من اليوم الثاني لملمة شراحهم والنظر في شؤون الحزب. هذا مثل من يعني ولو كان التشبيه بعيدا، مثل من يعني يناقش أمور تركة الراحل قبل أن يدفن. أنا أعتقد أن المسألة سأخذ وقت حتى تتبين ملامح المؤتمر الجديد، لكن الشيء الثابت الآن أن التيار الحوثي داخل المؤتمر الشعبي العام
والذي تتزعمه شخصيات سلالية معروفة يدفع باتجاه إنتاج مؤتمر مدجن، مؤتمر مرتبط بقتلة صالح. وأنا أعتقد أن هذا التيار وهذه المحاولات المحمومة داخل صنعاء اليوم ستنكشف عن خطأ قاتل يمكن أن يرتكبه أي من رجال صالح الذين يمكن أن يطمعوا في تزعم حزب مدجن مرتبط بالحوثيين، مرتبط أصلا بقتلة زعيم المؤتمر. هذا الحزب الداخلي سيكون نموذجا للمعارضات العربية التي يفقسها النظام إنجاز التعبير، وبالتالي تظل يحاول الحوثيون أن يظل المجلس السياسي قائما باختيار وزراء جدد. إذا ما رفض الوزراء الحاليون الاستمرار في عملهم سيحاولون استمالة الوزراء الحاليين من أجل بقائهم في أعمال وزاراتهم، وبالتالي تفريخ مؤتمر يعني مؤتمر كالحيوان المنزلي الأليف الذي يكون مكانه ليس في صدر البيت الحوثي وإنما في الفناء الخلفي لهذا المنزل، بينما يتصدر الحوثيون المشهد السياسي. ويظل هذا المؤتمر المدجن إذا ما استطاع الحوثيون أن يدجنوه أن يصلوا إليه ظل ما يعني يشبه الكومبارس الذي يغطي على الأفعال الحقيقية للممثلين الحقيقيين في المشهد، والذي يعطي انطباعا بأن البلاد فيها تعددية سياسية وفيها ديمقراطية وفيها وليس فيها لون واحد هو اللون الحوثي. وهذا هذه ستكون مسرحية مكشوفة ومفتوحة ولن تنطلي على أحد، وإن قبل بعض من يمكن أن يشترى من القيادات في الداخل أو ممكن أن يرهب أو يضغط عليه من القيادات في الداخل بهذا الدور. طيب برأيك يعني إلى أي مدى الميليشيا إلى أي مدى الميليشيا محتاجة لأن تكون هكذا واجهة موجودة لديها أو أن يكون مثل هكذا الدعاء موجود لديها؟ طبعا أن تعرف أخي العزيز أن الآن الميليشيات الحوثية أصبحت وجها لوجه أمام الشعب اليمني. لا يستطيع أحد أن يقول أن تيارا سياسيا أو حزبا أو تنظيما أو شخصية سياسية لا تزال مع الحوثيين. كان الحليف الوحيد الذي تبقى للحوثيين هو المؤتمر الشعبي العام، فرع الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله، وأيضا من تحالف مع صالح من القوى والمكونات السياسية الصغيرة. لكن الآن بعد أن استهدف زعيم المؤتمر الشعبي العام ورئيس الدولة السابق بهذا الشكل المزري، وبعد أن رأى الناس ماذا فعل الحوثيون بحلفائهم، أستطيع أن أقول بأن هذه الجماعة كشفت نفسها عن جماعة ميليشاوية وليست دولة، لأن المؤتمر الشعبي العام فرع صالح كان يعطيها الحاضنة الشعبية وكان يعطيها الغطاء السياسي وكان يعطيها كذلك ما هو أهم وهو جزء من المؤتمر من أعضاء البرلمان الذين يعني يمثلون المؤتمر في الداخل والذين يعطون شيئا من التمثيل الشعبي إنجاز التعبير الذي جيره المؤتمر حزب صالح لصالح الحوثيين وجعلهم يتحدثون عن نوع ولو نوع مزور من الشرعية التي يتحدثون عنها. لكن بعد كل ما جرى فأنا أعتقد أن الحوثي بدأ عاريا تماما من كل هذه الأوراق التي كان يتغطى بها، وأصبح واضحا للناس جميعا بأنه جماعة ميليشاوية ليست حزبا سياسيا وليست حكومة وليست دولة وإنما جماعة انقلابية فقدت كل الدعم الشعبي والغطاء السياسي والتمثيل البرلماني الذي كان يجير لصالحها، وبالتالي فقدت الكثير. أنا أعتقد أن الحوثيين في الوقت الذي أطلقوا فيه النار على الرئيس السابق علي عبد الله صالح إنما أطلقوا النار على أرجلهم. أطلقوا النار على من؟ على أرجلهم هم على أرجلهم. نعم. أصابوا أنفسهم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد. أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودة. أستاذ عبد الناصر، الآن أنت تحدثت عن ثلاث كتل أو ثلاث خيارات بالنسبة لحزب المؤتمر، أي هذه الخيارات أو هذه الكتل يبدو الأكثر تشكلا؟ يبدو أن هناك لديه أسماء قادرة على حمله أو على السير به إلى هذه الخيارات التي قد تكون خيارات نجاة بالنسبة لهذا الحزب.
يعني في الوقت الحالي لا نستطيع أن نحدد أي من هذه الكتل، ولكن يبدو أن الحوثيين كما ذكر الدكتور محمد سينزعون إلى تشكيل حزب مؤتمر شعبي خاص بهم، وهذا لن يكون له ولن يسمح له الحوثيون بأن يكون حزب حقيقي حتى لو كانوا موالي له، كما هو حال أي نظام استبدادي، خاصة نظام استبدادي شمولي مثل الحركة الحوثية لا تقبل أي شكل من أشكال الوجود خارج هذه الميليشيا، وبالتالي هم يريدوا فقط أن يستغلوا أولا أن يمتصوا صدمة الفعل الذي قاموا به ضد علي عبد الله صالح، أن يخففوا من معارضة أنصار صالح، وبالتالي سيشكلوا مثل هذا المؤتمر أيضا ليشكل لهم غطاء زائف، غطاء سياسي زائف وادعاء زائف بأن هناك شراكة سياسية. الجناح الثاني الذي يبدو أنه سيكون له فاعلية هو الجناح الذي يبدو سيكون أسرة صالح هي مهيمنة عليها، على الأقل إذا لم يكن هناك توجه واضح من قبل دول التحالف بأمر بديل عن ذلك، بمعنى لو قرر دول التحالف والسعودية والإمارات أن يكون الحزب تابع عبد ربه منصور أو فقط، في هذه الحالة ربما سنشهد حالة شبيهة بحالة الحزب في الوقت الراهن، ما لم يكن هناك تغير على الأرض، بمعنى ما لم تكن هناك إجراءات جديدة لوضع أحمد علي أو الحرس الجمهوري أو أي قوة تنتمي لصالح تصبح قوة مقاومة للحوثيين على الأرض، تصبح لها منطقة ما، وبالتالي في هذه المنطقة ومن خلال هؤلاء يتم استقطاب عناصر الحرس الجمهوري وعناصر المؤتمر الشعبي. ما لم يكن هناك أرضية ما لهؤلاء فإن أعضاء المؤتمر الكثيرين في المناطق التي هي تابعة للحوثيين إما سيظلوا محايدين أو أنهم سيدعون بأنهم مع الحوثي أو أن البعض منهم سيفر خارج اليمن. الجسم المؤتمر الشعبي هو يرتبط بالعوامل بعوامل القوة والنفوذ والسلطة، إذا ما ممكن الحزب الذي هو خارج سيطرة الحوثيين ممكن من ذلك، فإنه بإمكانه أن يستقطب جمهور كبير، ليس بالضرورة نفس جمهور مؤتمر الحزب السابقين أو المؤسسات القوى التي كانت تنضم للمؤتمر الشعبي، ولكن من المؤكد أن هناك أشخاص وقوى كثيرة تحتاج إلى من يؤطرها لتكون قوة سياسية مقاومة للحوثي في الشمال وفي نفس الوقت باحثة عن سلطة في كل اليمن. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر، أعود إلى الدكتور محمد جميح بسؤال أخير. دكتور محمد، برأيك إلى أي مدى تحتاج الإمارات كإحدى دول التحالف إلى وجود يعني فاعلين على الأرض مرتبطين بها بشكل أو بآخر، كما يعني يبدو المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية، والآن كما يبدو في المشهد من يعني رعايتها لنجل صالح، أو الأخبار التي تتحدث عن تشكيل تيار ترعاها الإمارات من المؤتمر الشعبي العام، إلى أي مدى تحتاج هي ذلك في المناطق الشمالية؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يرعى التحالف بشكل عام يعني عملية سياسية قوية لتوحيد المؤتمر الشعبي العام. هذه العملية يجب أن تكون في تصوري أن ينتج عنها مؤتمر شعبي عام قوي. المؤتمر هو الدولة، نحن يجب أن نعترف بذلك، المؤتمر رجالات المؤتمر هم رجالة الدولة، وهم الذين خلال الفترة الماضية أعطوا الحوثي هذا الزخم، سواء كان الزخم الداخلي أو حتى الزخم الخارجي أو حتى التواصل مع المنظمات الدولية ومع البرلمانات في الخارج ومع الأحزاب السياسية في الخارج وكذلك مع الرأي العام العالمي، هم المؤتمر لأنه كان حزب الدولة، وبالتالي للأسف الشديد خلال الفترة الماضية زيرت هذه القيادات أو زيرت جهود هذه القيادات سواء كان إعلاميا أم سياسيا أم دبلوماسيا واقتصاديا لصالح الحوثيين. الآن على التحالف العربي في تصوري أن يتصرف
وفقا لرؤية واحدة، ليس رؤية هذه الدولة أو سلم داخل التحالف، من أجل توحيد المؤتمر وجعل المؤتمر من حواضن الشرعية، كذلك إعادة المؤتمر إلى الشرعية، ليس بالمعنى الذي يذوب فيه المؤتمر داخل المؤسسات الشرعية، لأن ذلك يمكن أن يشتل أو أن يكون صعبا بالنسبة للمؤتمرين أو لسيادات المؤتمر التي لا تزال حتى هذه اللحظة لا تريد أن ينظر إليها في الجمهور، عند الجمهور في الداخل، على أساس أنها من القيادات التي ذهبت بالعدوان بين المعطوفين. لكن يمكن الوصول إلى صيغة وسط بأن يظل المؤتمر الشعبي العام بعيدا مسافة طويلة عن الحوثيين وهم قتلة زعيمه ورئيسه، وأن يظل محتفظا بدوره في مقاومة الميليشيات في الداخل، وأن يظل أيضا حتى في الخارج داعما لاستعادة الدولة، لاستعادة مؤسساتها، وإن لم يكن بشكل واضح بأن يندمج مع مؤسسات الشرعية، لأن ذلك بتصوري سيكون صعبا بالنسبة للمؤتمر إذا ما نظرنا إلى فترة السنوات الماضية التي كان فيها المؤتمر بزعم خطابا معاديا لقوات التحالف ومعاديا للمؤسسة الشرعية. ويجب على الشرعية وعلى التحالف العربي في تصوري أن يقبلوا بأن يكون هناك حل وسط، لا يندمج المؤتمر مع المؤسسات الشرعية، لأنه صعب في هذه المرحلة، وإنما إذا ما أخذنا المؤتمر من الحوثيين حتى ولو لم نكتبه تماما لصالح الشرعية اليمنية فإن ذلك يعد تصوري مكسبة. أما إذا ما تم تفريخ مؤتمر جديد يعني يشق العصا الوطنية أو يشق الإجماع الوطني في الداخل، فأنا أعتقد أن ذلك سيعرقل جهود التحالف ويعرقل جهود إعادة الشرعية للبلاد، ولن يؤدي إلا إلى التشدد الذي نحن نعيش بعض مراحله في هذه الفترة. أشكرك دكتور محمد جميح المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وقبل العودة إلى الأستاذ عبد الناصر المودع، أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الصحفي أحمد شوقي أحمد الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز، وأسألك أستاذ أحمد برأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على القيادات والكوادر التي باتت الآن يعني خرجت من عباءة صالح بعد مقتله، وفي معركة الدولة ضد ميليشيات الانقلاب؟ أنا أعتقد أن هناك حالة تيه داخل المؤتمر الشعبي العام أو ما تبقى من المؤتمر الشعبي العام، حالة المتاهة هذه طبعا معروف أنه تسبب فيها مقتل زعيم المؤتمر. الدليل على أنه هذه حالة المتاهة والتخبط ربما تستمر إذا لم يأتي وريث بيولوجي من أسرة علي عبد الله صالح لقيادة الطرف المؤتمر صنعاء، يعني أنهم ما زالوا يتحدثون عن موضوع العدوان وكأنه يعني ضربات التحالف والحرب التي تخوضها السلطة الشرعية بالتعاون مع التحالف العربي وكأنه هي العدوان الرئيسي على البلاد. وهذا دليل أنهم توقفوا عند آخر حديث يعني قدمه صالح في خطاباته. كان صالح ربما إذا استمر به الوقت سيعلن تحالفه مع دول التحالف العربي ومع السلطة الشرعية في مواجهة الحوثيين، لأن كانت القضية قضية حياة أو موت، وكان سيأتي تحديث جديد لهذه العناصر وهذه القيادات. لكن هم توقفوا عند التحديث يعني المبتور هذا، موقف صالح من السلطة الشرعية، وظلوا متوقفين هناك. ربما أنه بعض القيادات من أسرة صالح تتبنى هذا الخطاب لإخراج يعني أفراد العائلة المحتجزين لدى جماعة الحوثي، لكن أن يكون هذا هو الخطاب العام والشامل داخل مؤتمر صنعاء وما تبقى منهم، ولا أعرف ما هي الأسباب أو هي الدوافع. أعتقد أنه هذا يشاهد على حالة التخبط. الأمر الثاني أنه كمية الاعتقالات والاغتيالات والإعدامات الميدانية التي تمت خلال المرحلة الماضية وجهت ضربة قوية جدا للمؤتمر الشعبي العام والأمل في إعادته إلى الواجهة بشكل جيد. الموضوع الثالث يتعلق المؤتمر الآن، يعني هناك خطوات لتفريخه داخل صنعاء والمناطق الشمالية، وفي المقابل هناك تباطؤ وتقهقر في الحزم العسكري، في التحرك العسكري. نحن نعرف أن المؤتمر الشعبي العام هو تجمع لمصالح السلطة أو نقول الفئات المتضمنة الموجودة داخل السلطة أو المجموعات اللي هي متشكلة داخل السلطة، هذا هو تجمع مصالح، وبالتالي لا يمكن أن يتجهوا باتجاه شرعية أو باتجاه التحالف إلا أن يكون لدى شرعية قرار قوي ولديها دعم كافي ولدى التحالف نية لهذا الكلام وتحرك عسكري ميداني على الأرض، معنى أنهم سيصطفون مع القوي.
وما دام التحالف عاجز عن الحركه او بطيء او مهمل او لديه حسابات اخرى ما دامت السلطه الشرعيه مقيده، اذا لا تتوقع ان قياده المؤتمر الشعبي العام ستتجمع على السلطه الشرعيه ما لم يكن هناك قدره على الحركه وهناك قوه موجوده على الارض وهناك باتجاه يعني عمليه جباره باتجاه حسم عسكري وهناك نعم استقطاب واسعه داخل طوق صنعاء وصنعاء نفسها. نعم احمد، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي. اعود بعوده اخيره للاستاذ عبد الناصر المودع. استاذ عبد الناصر، برايك الى اي مدى تحتاج الشرعية في هذه اللحظات إلى الكوادر التي لها أن تخرج الآن عن عباءة صالح وتنضم لهذه الشرعية في مواجهة ميليشيات الانقلاب؟ يعني الشرعية عندما نقول الرئيس هادي، الرئيس هادي كثير من ليس فقط من كوادر الدولة اليمنية من الشعب اليمني همشها ولم يفعلها، ويعود السبب طبعا إلى طريقته في الحكم وأسلوبه. الرئيس هادي ركيكة، إدارته الركيكة إضافة إلى حسه الجهوي العالي والقروي الذي يجعله يعمل فقط من إطار أسرته وأبناء قبيلته ومحافظته، يجعله غير قادر على أن يستوعب أحد أي الكوادر. وبالتالي هو الآن في الوقت الحالي هناك أصوات كثيرة من القريبين منه يريدوا أن يجيروا المؤتمر الشعبي له، ولكن هذا لن يغير في المشهد شيء. كان هناك جزء كبير من أعضاء الصف الأول من قيادة المؤتمر قد التحقوا هم منذ بداية الحرب وبعضهم من قبلها مع الرئيس هادي، ولكنه لم يغير ولم يفعلهم. إضافة إلى أن المسألة تحتاج إلى وجود على الأرض، تحتاج إلى أن يكون المؤتمر لديه منطقة جغرافية محددة. يدور الحديث الآن عن ربما تهيئة جزء من تهامة من الساحل، من المناطق التي هي الآن خرجت عن سيطرة الحوثيين، ربما يتم تهيئتها لتكون هي منطقة الجذب للمؤتمريين. ما لم يكن هناك منطقة ما قادرة على جذب المؤتمريين وجذب الحرس الجمهوري وغيره، ما لم يكن هناك وجود فعلي وقوي للمؤتمر الشعبي، أظن أن الغالبية العظمى من أفراد المؤتمر الشعبي في المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثيين إما سيدعوا بأنهم مع الحوثيين ويستمروا بنفس سلوكهم السابق وخطابهم السابق، أو أنهم سيتواروا عن الأنظار. نعم، وهذا هو الأمر الأكيد. هناك مشكلة أيضا في بعجالة إذا سمحت، أحد من أبناء صالح أو من المرتبطين به أسريا في المؤتمر في رئاسة المؤتمر، هذا الأمر يبدو أنه أكثر الخيارات التي ربما تجذب جزء كبير من أعضاء المؤتمر، لكنه أيضا يخلق مشكلة أن يعيد الأمور إلى قضية التوريث وقضية النزاعات التي دخل فيها أبناء صالح مع الكثير من القوى قبل الثورة 2011 وبعدها. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. بعودة أخيرة إلى الأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، انطلاقا من النقطة الأخيرة التي يطرحها الأستاذ عبد الناصر، فكرة محاولة توريث المؤتمر لعائلة صالح، هذه الفكرة إلى أي مدى تؤثر على يعني الأحزاب السياسية، الجماهير اليمنية الذين تجاوزوا ربما محطة من محطات المعركة في البلاد لينتقلوا الآن كما يقول كثيرين للتركيز على المعركة ضد الإنقلابيين؟ أنا أعتقد أن مؤهلات أقارب صالح أو أبناء أخيه لا تسعفهم لأن يكون لهم القدرة على حكم البلاد أو والمشاركة في حكمها بصورة قوية ومؤثرة. يبدو علي عبد الصالح أنه هو أقوى شخصية داخل المجموعة أو الأسرة، وبالتالي مسألة عودتهم إلى مثلا جزء من القوات أو لما جزء من المؤتمر الشعبي العام أو تحالفاته القبلية، أنا أعتقد أنها إذا كان في سياق تكتيكي مدروس للحكومة الشرعية، يعني إذا كانت الحكومة الشرعية أصلا يعني لديها السيادة ولديها القرار ولديها التخطيط والعمل المنظم، لا أعتقد أن هناك مشكلة في هذه القضية، وأعتقد أن التأثير لن يكون سلبيا إلى ذلك الحد، لأنه نحن نعرف أن
الموضوع موضوع انا مع علي عبد الله صالح لم يكن خلافا شخصيا منذ البدايه، ولا خلاف مع النخبه العسكريه التي جاء منها علي عبد الله صالح، خلاف مع الجانب الطبقي الذي جاء منه علي عبد الله صالح. في النهايه علي عبد الله صالح كان واحدا من الشعب اليمني عادي جدا. الخلاف كله انه مكن مجموعه مطارح قوى متنفذه متغطرسه اقطاعيين بالاضافه الى مشايخ متنفذين بالاضافه الى يعني الهاشميه السياسيه من اللعب في البلد واحتلال بهذا الشكل وشارك معهم في عمليه الافساد هذه. اشكرك. بالتالي منهج علي عبد الله صالح هو لدينا مشكله معه، لكن ليس لدينا مشكله مع جلسه ولا مع عرقه عشان يعني نفوض مثال مثل هذه. اذا كان لهم ادوار قياديه وهناك عمليه تكتيكيه لاشراكهم في حسب الحرب لما لا. أشكرك أحمد شوقي، أحمد الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. إلى اللقاء.